نرحب إلى السيدة لينا قنوع وهي محللة أسواق مالية في إيكويتي جروب. مرحبا بك لينا. نتحدث في بداية هذا الأسبوع طبعا ارتفاع شهية المخاطرة بطبيعة الحال، كان هناك أيضا حزمة التحفيز 1.9 تريليون دولار، بلا شك هي تؤثر على نفسيات المستثمرين وعلى الأسواق، أسواق وول ستريت، وأيضا على الأسواق الذهب من جهة أخرى. نعم، بالفعل نرى حالة في الثقة في الأسواق المالية وخاصة الارتفاعات اليوم في الأسواق الآسيوية، لكن هذه الثقة ممزوجة ببعض الحذر بشأن الإغلاقات الاقتصادية التي هي في بريطانيا وأيضا في عدة دول، هونغ كونغ والصين. فكل هذه الإغلاقات الاقتصادية تؤثر يعني بين الإغلاقات من جهة وأيضا من جهة أخرى حزم التحفيز التي أعلن عنها جو بايدن ب 1.9 تريليون دولار. طبعا نحن نترقب بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية بعد يعني نسب النمو التي حققتها في الربع الثالث 33.4%، ربما نشهد نمو بنسبة 4%، وربما يحقق خلال عام 2020 التوقعات تشير إلى 5%. بالتالي أيضا نترقب بيانات عن النتائج المالية سواء لأبل، فيسبوك وأيضا فيزا في يوم الجمعة، وعدد من الشركات أيضا مثل مايكروسوفت، كلها سيكون لها تأثير على الأسواق المالية. لا شك أنه بيانات الوظائف يعني ربما أعطت أرقام ليست بالإيجابية الكبيرة، وبالتالي عم تأثر على نسب النمو للناتج المحلي الإجمالي. فبالتالي يعني كل هذه العوامل والمؤثرات تؤثر على الأسواق المالية. يعني أعتقد أنه هناك يعني الأنظار متوجهة إلى تلك البيانات، وأنه أسواق الأسهم ربما سوف تستمر في الارتفاع مع أمل السيطرة على الجائحة من خلال الإسراع في التطعيمات وإعطاء اللقاحات. وهناك كل المعلومات تشير إلى أن يكون هناك يعني العجلة في التطعيمات، وستظهر نتائج هذا التطعيم خلال النصف الثاني من هذا العام. لينا، بتتوقع أنه ممكن المستثمرين يتأثروا بأداء الشركات؟ وكما ذكرت نحن بصدد أو بانتظار العديد من الأسهم التكنولوجية والتي كانت مسؤولة في نفس الوقت عن ارتفاعات قياسية للمؤشرات أسواق وول ستريت. إلى أي مدى من الممكن أن يتأثر بها المستثمرون حتى لو كانت غير إيجابية أو دون التوقعات، في ظل توقعات إيجابية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي وأيضا بعض البيانات للاقتصاد الأمريكي؟ إذا ظهرت هذه النتائج إيجابية بالنسبة لأسهم التكنولوجية كما ذكرت فوق التوقعات، سيكون لها بالفعل تأثير إيجابي بغض النظر عن كل يعني عن كل ما البيانات التي تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية، وربما أيضا بيانات السلع المعمرة سوف تعلن أيضا، وربما استمرار للنمو، لكن لا تأثير تلك البيانات مثلا على الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية. فقوة تأثير البيانات أو النتائج الشركات أكبر بكثير من يعني المستثمرون يعني التركيز أكثر على نتائج الشركات. وإذا كانت هناك سلبية فسيكون أكيد تأثيرها، لأن سوف ارتباط كبير بشكل عام بالنتائج. وأيضا يعني البيانات مهمة بشكل عام، لو رافقتها نتائج إيجابية سوف نرى استمرار التوقعات أصلا بالاستمرار في الارتفاعات في أسواق الأسهم المالية العالمية نتيجة حزم التحفيز الكبيرة، يعني بغض النظر بس لكن سيكون لها تأثير بالفعل. بلا شك، يعني ربما تكون الكفة الأرجحية لنتائج الشركات. ننتقل إلى الذهب لينا، ماذا عن توقعات الذهب؟ عادة ما نشهد أنه تأثر الذهب بشكل إيجابي مع ضعف الدولار، ولكن شهدنا انخفاض وايضا تباين في يعني ما بين ارتفاع وانخفاض في اسعار الذهب مع اقرار حزمه التحفيز الاقتصاديه.
طبعا بالفعل كما تعلم أنه حزم التحفيز وسياسات البنوك المركزية هي السبب الداعم الأكبر في ارتفاعات أسعار الذهب، لكن على المدى المتوسط والطويل كما ذكرنا في عدة لقاءات، وبالتالي الآن الترقب حول مستويات التضخم بنتيجة حزم التحفيز راح يكون في ارتفاع في مستويات التضخم، هذا الشيء الذي يجب مراقبته. لكن إذا نظرنا الآن إلى مستويات التضخم في هذه الفترة فهي بالتالي يعني متدنية ومنخفضة جدا، إذا نظرنا إلى أوروبا بالماينس أو 0.3 بالماينس، بالصين ب 0.2%، باليابان بماينس 1.2%، فبالتالي كل مستويات التضخم تعتبر متدنية، وهناك مخاوف من حصول انكماش اقتصادي بما يعرف بالديفليشن، بالتالي هذا يعني بيأثر بشكل عام، هذا الانكماش التضخمي ربما يعني تأثيره سيكون فقط على المدى القصير. لا ننسى أنه أيضا الطلب العالمي على الذهب بفعل الكورونا أو جائحة الكورونا، هناك ضعف في الطلب العالمي، ولكن هناك ملاحظات بأن يكون الطلب على الذهب أكبر من ذلك، سواء بشكل ملموس بشكل مادي أو بشكل عن طريق العقود المستقبلية أو العقود مقابل الفروقات، يعني الدخول وقت انخفاض أسعار الذهب. فبتوقع على المدى القصير حالة من التذبذب، سيكون في نطاقات ضيقة، ربما نرى اتجاهات هابطة للذهب، لكن على المدى المتوسط والطويل ما زالت نظرتنا متفائل نحو الذهب، وربما ستكون الاتجاهات صاعدة، والعامل الرئيسي والتضخم لارتباطه طبعا التضخم بالقدرة الشرائية، النقد الذي يرتبط بالتضخم، فكل هذه العوامل تعتبر داعمة لارتفاعات أسعار الذهب على المدى المتوسط والطويل. السيدة لينا قنوع، وأنت محللة أسواق مالية في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.